مساء الخير اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا. صباح الخير اعزائي مشاهدي منصه ابو كبير ميديا. معانا النهارده من محافظه المنوفيه جهاز زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني هيخدم الفلاحين بشكل كبير جدا. حضراتكم شايفين الطيور من الجهاز ده عملت ايه، كلها هربت وكلها مشيت بسبب ان الجهاز ده الجميل ده بيعمل حاجه جميله جدا، يعني بيخلي الطيور تهاجر من على الاعشاش اللي هي مثلا لو حد عنده عنب، لو حد عنده مزرعه سمك وخايف عليهم. طبعا بيقلل الخسائر بشكل كبير جدا. خلينا نشوف الجهاز تاني يا استاذ سامح وبعدين نتكلم مع حضرتك. اشغل تاني؟ شغله ماشي عشان نشوف الطيور اللي واقفه هناك دي. ازيك يا استاذ سامح؟ الله يسلمك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. قول لنا بقى موضوع الجهاز الجميل ده، وكمان يعني حضرتك يعني عايزين من البدايه خالص. احنا شايفين ان الطيور هناك كلها اول ما سمعت الجهاز جري. هو احنا ممكن نقول اللي هو ده بديل الفزاعه او خيال المئات اللي كان موجود طبعا زمان في قديم الزمن. طبعا كان الناس بتستعين بالحاجات دي اللي هي طبعا بتساعدها اللي تطفش الطيور، لان الطيور طبعا لما بتنزل اي مكان فبتبهدله بطريقه جامده يعني. وبالنسبه للمحاصيل اللي هي زي العنب العنب والبرقوق، الفواكه اللي هي فيها نسبه سكريات عاليه، فطبعا كان بينزل بيبهدلها. وحاليا احنا اليومين دول في موسم الفراوله، فهو الجهاز انا شغال فيه تقريبا من 18 سنه او 19 سنه. هو مش فكرتي يعني بنسبه 100%، هو كان في شركات امريكيه كانت مصنعاه لهدف اللي كان في المناطق اللي هي النائيه، كانوا في المناطق اللي هي النائيه اللي كان بيبقى طبعا فيه المطارات، كان بيجي الطياره بتيجي طالعه من المدرج فكان الطيور بتطير، فكانت بتيجي في المحركات بتعمل مشاكل، فبداوا يصنعوا الكلام ده تقريبا في سنه حاجه و50 يعني. طبعا بعد كده المزارع الكبيره بدات تاخد الفكره وتشغلها، وبدا في مصر بداوا يستوردوه يعني تقريبا من 30 سنه كانوا بيستوردوه من الولايات المتحده، بس طبعا كان بيجي بمبالغ جامده جدا يعني. فاحنا شفنا الفكره وبدانا اللي احنا مش نقلدها، لا احنا نقلل من قيمتها كتير يعني. يعني هو حاليا موجود برضو الشركه لسه بتصنعه، بس طبعا موجود بمبالغ يعني ضخمه جدا. احنا ممكن بننفذه هنا وبنعمله تقريبا اقل من ربع التكلفه اللي هي اللي بيجي منها من بره يعني. وبعدين صناعه محليه 100% يعني، كل الاجزاء احنا اللي بنصنعها واحنا اللي بنجمعها يعني هنا. هو الجهاز تلقائي موجود بس بيتباع بره بسعر كبير، فهنا حضرتك هنا بتعمله بسعر اقل بكتير من اكيد بره. واحنا قللنا في التكلفه وقللنا في المكونات بتاعته كتير جدا، اللي احنا نقلل في سعره ويبقى حاجه في المتناول يعني، اي مزارع ممكن اللي هو يبقى قادر اللي هو يجيبها يعني. فاحنا قللنا في التكلفه بصفه مستمره يعني. هو المفروض يتعمل كل قد ايه يعني، مثلا كل قد ايه علشان الطيور ما تثبتش على حاجه؟ انا شايفه ان احنا برضو بنعمل ايوه ما الطير هو بيطفش الطير بيطير وبيرجع، والطير بيرجع تاني. هو تقريبا كل 50 ثانيه 55 ثانيه بيحضر ضربه، لما بيملى غرفه الحريق بيحضر ضربه وبعد كده طبعا بيضربها فالطير بيتنقل. طب احنا ممكن عادي نشغله بقى كل يعني، ممكن حضرتك تجهزه ونتكلم وهو يعمل لوحده من غير ما حضرتك. ماشي ماشي ماشي. خليك واقف برضه مكانك شغال. انا بس على يعني اساس هو كل 55 ثانيه 55 ثانيه دي اقصى حاجه ليه يعني. هو بيجيب يحضر الضربه لوحدها، والمفروض مع شده الضربه بيلف بيلف كل مره عشان اللي هو بيجيب الاتجاهات كلها في الارض كلها يعني. ده سبب اللي احنا معلين الانبوبه عشان الخرطوم ما يتكعبلش في مع اللفه يعني. وبرده الانبوبه بتدي له تقل اللي هو مع شده الضربه ما يقعش. بس تقريبا ممكن نقول مثلا ممكن نشغله قد ايه علشان يقضي على الموضوع ده؟ كل يوم قد ايه مثلا؟ هو المعدل اللي الطير دايما بياكل من الساعه مثلا بعد الفجر لحد الظهر لحد مثلا المغرب. في ناس ممكن تشغله طول النهار زي ما هي عايزه يعني، ده ما فيش ادنى مشكله منه يعني. لكن هو الصح بتاعه اغلبيه الناس اللي خدوا وشغلوا يعني بيقول لك هو التوقيت اللي هو مثلا، وبالذات في الصيف يعني اللي هو توقيت الحر ما بعد الظهر لحد بعد العصر ما بيبقاش في طير بياكل، لكن من الصبح بدري من بعد الفجر لحد الظهر ومن بعد العصر لحد المغرب ده
التوقيت اللي هو دايما بيبقى فيه الاكل اكتر يعني. ده برضو بيتميز يعني. ننصح مين بقى اللي ممكن يستخدم حاجه زي كده يعني، اللي عنده مثلا مزارع؟ مزارع الفراوله، مزارع الفراوله حاليا حاليا، لان طبعا العصافير بتنزل. الفراوله طبعا المصريه معروفه ان هي اجود انواع الفراوله يعني. فالعصفور بينزل بياكل السمسم اللي هو بيبقى على الفراوله ده، فبتترفض التصدير. فالناس طبعا بتستعين بالمدفع بحيث ان هم يقللوا بقدر الامكان الخسائر اللي العصفور بيعملها. لكن في المعتاد بقى طبعا في مزارع السمك برضو في نفس التوقيت اللي احنا فيه ده، اللي هو بيبقى الطير المهاجر، مزارع السمك الكبرى في كفر الشيخ، في ناس كتير طبعا متعامله معانا، وفي برج العرب. وكان برضو فتره من الفترات كانت القوات المسلحه كان فيه مزارع في كفر الشيخ، وكانوا جم خدوا مني كميه. وبرضو في الصيف بقى من بدايه شهر 4 طبعا مواسم الفاكهه، الخوخ، البرقوق، وبعد كده نخش طبعا موسم العنب كله ولحد شهر 9. وفي الزراعات الموسميه زي الذره والقمح والبسله برضو كله بقى يستعمل المدفع فيها يعني. فاغلبيه الناس ما بقاش في غنى، وبعدين هو مش مكلف يعني. الانبوبه ممكن بتقعد فيه مثلا من 10 ايام ل 15 يوم بنفس الطريقه، ضرب على طول زي ما شغال كده. لو استخدمه من الصبح لحد ضرب على طول. ايوه من 10 ل 15، من 10 ل 15 يوم. وطبعا هو ما بيبقاش شغال على ضغط جامد يعني. حتى في ناس كانت بتتكلم يقول الخرطوم، انت مركب خرطوم بلاستيك شفاف ده كده عشان ضغط؟ هو ما فيش ضغط. والسبب اللي احنا بنركب خرطوم شفاف اللي ممكن لو انبوبه مضغوطه قوي زياده عن اللزوم فبتطلع غاز سايل. فانا بنصح اللي بياخد المدفع دايما لما تركب الانبوبه وتلاقي فيه غاز سايل هنا، فقلل ضغط الانبوبه شويه يعني. انا حاطط الشفاف يعني ده لو في مشاكل يعني شفاف علشان تشوف الموضوع الغاز، عشان موضوع الغاز بس. لكن غير كده هو ما فيش اي ضغط خالص، وشغال على حاجات يعني حاجه بسيطه جدا من الغاز يعني. طيب في ناس بتسال بقى، ده بيضر الطير في حاجه؟ لا لا، ما فيش منه ضرر. هو مدفع يعني، هو مجرد ان هو بيطفش ازعاج، مفيش اي ضرر ولا فيها حاجه. وبعدين هو كده كده الطير هياكل، ده ليه رزقه. بس احنا بنقلل نسبه الخسائر يعني. كل حاجه سبحان الله ليها رزق يعني، مفيش حد هيقطع رزق حاجه يعني. لكن هو مفيش اي خطر منه، هو بيطلع ضغط هواء من قدام بس، مش اكتر ولا اقل يعني. بيطلع ضغط هواء فبيطرد الطير؟ لا، مش بضغط الهواء، هو ضغط الهواء بيطلع مفيش ضرر يعني. انا حطيت ايدي قدامه كده مفيش منه اي مشاكل. لكن هو كالصوت نفسه، هو الصوت اللي بيزعج الطير، وطبعا بيطيروا من المكان يعني. امن؟ امن جدا. طبعا يعني مثلا لو اي واحد حب يستخدمه، ستات، رجاله، حب يستخدمه عنده في مفيش ادنى مشكله. ممكن طفل صغير يشغله ويقفله، لان هو شغله انا بقفل بفتح الانبوبه على الاخر كده وبدوس على الزرار اللي هنا ده بتاع التشغيل. ومع كل ضربه في لمبه حمراء هنا بتنور. هقفله. وفي اغلبيه المزارع اطفال اللي بيشغلوه يعني، هو بيروح جاي داس على الزرار ومشغل انبوبه بس، هيقفله بيقفل. وبعدين في اغلبيه مزارع العنب بتحط تحت تكعيبه يعني، جوه الارض تحت تكعيبه العنب. تكعيبات اللي هي اللي بتبقى يعني طبعا مش واضح بقى كده، بس بيطلع صوت بس. صوت بس، هو مش بيخوف اللي هو بمنظره، هو الصوت بتاعه هو طبعا بيزعج الطيور يعني وبيطفشها من المكان. انت قلت بالنسبه لمحصول الفراوله ان الفراوله السمسم اللي فيها ده بيبقى مهم، لو السمسم ده اتاكل من خلال الطيور ما بتتصدرش لبره. اكيد طبعا. طيب اتكلمنا برضو في العنب، انت قلت ان برضو في عنب كريمسون وفي الفليم وفي انواع كتير برضو. الانواع دي يعني برضو بيبقى يعني هي تشتغل دلوقتي، اللي بقول لسه داخلين دلوقتي حالا هي تشتغل دلوقتي. في ناس بتتكلم ان الانبوبه خطر. لا، هي الانبوبه خطر. بص حضرتك، انا مشغلين على منظم، شغال على منظم، شغال على منظم. وطبعا احنا شغالين على ضغط قليل جدا يعني، ضغط قليل جدا 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 من الغاز. وهنا بيبقى الفونيا. وفي ناس اللي شغلته قبل كده عارفه ومعتاده عليه وعارفين يعني. احنا انا بفضل الله بقى لي 18 سنه بعمله يعني، مش مثلا لسه تجربه وهنجربها، لا يعني هو شغال بقى له فتره جامده يعني. لكن هو امن، ما فيهوش اي مخاطر يعني. اللي لسه داخلين دلوقتي هو كل 50 ثانيه بالظبط او كل 55 ثانيه بيعمل صوت علشان الطيور اللي كانت موجوده. احنا طبعا في اول اللايف كانت الطيور موجوده قدامنا كتير. دلوقتي الطيور تقريبا ما بقتش موجوده في الحقل اللي احنا موجودين فيه ده خالص. طيب الناس اللي بتتكلم بقى، احنا كده بنقطع رزق الطير. لا انا لسه ناس كتير جدا بتتكلم
بيقول انت اول ما عملنا الاختراع بدأنا ان احنا نمنع رزق الطيور. لا طبعا احنا ولا في اول الكلام قلت لك كل حاجه ليها رزق، ربنا سبحانه وتعالى مقسم لكل حاجه رزقها يعني. هو بس هو ممكن بيقلل من الخسائر اللي الطيور بتعمله، لان هم الناس اللي هي طبعا ملمه بالموضوع ومشغلين مدافع او عندهم زراعات كبيره عنب او حاجات زي كده هتعرف قيمه اللي انا بقوله ده. اللي ممكن تخش على ارض مثلا مساحه 10 فدادين وتلاقي العصفور هو يا ريت بياكل، هو بيروح جاي ينكش حبيه العنب وبعد ما بينكش بتيجي الذبابه بتبهدل الدنيا، يعني ممكن تدمر له تقريبا بنسبه 60% من المحصول. لكن لم هو اصحاب الاراضي ساعات كنت قاعد اتكلم معاهم يقول لك يا عم يجوا بس في جنب كده ونديهم فدان ياكلوا فيه، لكن يسيبوا لي 9 فدادين برضه. لكن هم المشكله سبحان الله يعني برضه احنا بنحاول ان احنا نقلل من الخسائر، الناس برضه بتصرف وبتاع وكلام من ده فبتبقى مستنيه المقابل يعني. بس لكن هي كل الموضوع اللي احنا بنقلل ما بنقطعش رزق حاجه يعني، كل حاجه لها رزق، هي العصافير لها رزق واحنا لنا رزق برضه. طيب الناس اللي عايزين يسمعوا ده التشغيل بتاعه، احنا عايزين برضو يعرفوا التشغيل بتاعه سهل يعني. انت عملت ايه جدا يعني اول ما ياخدوه مثلا، اول ما ياخدوا الجهاز؟ بص حضرتك هي الانبوبه، احنا بنركب الانبوبه عادي اهو، بنفتح الانبوبه على الاخر وبدوس على الايه على المفتاح ده. هو الرجول دي متحركه بشيلها وهو خفيف جدا يعني، هو تقريبا ممكن ما يتعداش ال 10 كيلو. بيتحط في العربيه في اي مكان؟ في اي مكان في العربيه، يتنقل يتحط في مزرعه معينه، يتحط في مكان معين زي ما هو عايز بقى حسب الايه. حتى في ناس بتاخده في اماكن بيوتها، الحمام بيبقى في اماكن معينه بيبقى مبهدل لهم، مثلا لو عامل حمام سباحه، عامل مكان ارضيه مثلا عامل فيها حاجه كويسه يعني، فطبعا الحاجات دي بتبهدل الاماكن فبياخدوه برضو في ناس بتسال الاستاذ احمد بيقول بيلف؟ طبعا مع كل ضربه، مع كل ضربة بيلف، مع كل ضربة بيلف لان هو في شدة الضربة بتعمل ردة يعني. طيب اللي بيقول ان هو ممكن يتسرق من الغيط، لا هو اتفضل قول بقى ان هو سهل يعني. لا يتسرق؟ لا يعني انت ممكن تشيله. لو عايز انا اقفل؟ لا يعني احنا ممكن نشيله يعني، هو على حوامل؟ لا عادي يعني ممكن نشيله. بيتشال؟ الحوامل دي بتتشال كمان، الرجول دي بتتشال. يا دوبك بنشيل الانبوبة والحوامل بتتشال بشكل سهل جدا فهو ممكن يتسرق لكن هو يتحط في مكان امن. ده احنا في اخر اللايف ان شاء الله يعني هنعرفكم ان هو سهل بعد ما نشيل الانبوبه على طول، هو سهل في الحمل. طيب ده بقى بالنسبه بيبقى على بعد قد ايه يعني، بيمشي طيور على بعد قد ايه؟ عشان احنا شايفين الطيور اللي تقريبا يكفي هو حضرتك يكفي من 5 فدادين ل7 فدادين، وحسب برضو يعني ايه المكان يعني. لو مكان مثلا مفتوح يجيب 5 فدادين، مكان مغلق مثلا زي كده ممكن يجيب لحد 7 فدادين، يجيب مساحه برضو ايه. بيلف اوتوماتيك ولا لا؟ هي شده الضربه مع الضربه بيعمل رده فعل، شده الضربه مع رده الفعل هو بيلف الضربه اللي بعدها كده وهكذا يعني لحد ما انت تلف هو بيلف. لا هو المفروض يلف بس يلف كام لفه تقريبا كده يعني؟ لا على مدار مثلا يعني ممكن يلف ويرجع لنفس المكان مثلا على مدار ساعه يعني، لان هو ايه بتبقى 3 لفات مثلا. لا بص حضرتك هو الضربه بتروح جايه سنه كده، اللي بعدها بتجيبه سنه كده، اللي بعدها بتجيبه سنه كده وهكذا. ده كمان مني لسه جديد في البويه يعني، بعد ما بيشتغل يوم او اتنين بيبدا الموضوع بيبقى ايه اخف من كده شويه يعني. بياخد جميع الاتجاهات برضه براحته. بس انت اتعودتي على صوته بقى ما عادش بيه. على بعد قد ايه حضرتك قلت لي 5 فدادين يعني ممكن يتحط في ال5 فدادين؟ في نص ال5 فدادين نص ال5 فدادين ويجيب على بعد اكيد. طيب الطيور اللي هناك دي احنا شايفينها يعني ما مشيتش ليه؟ لا ده دي على مساحه، على مسافه طويله يعني. دي كده على مسافه طويله؟ ما انت حضرتك لو مساحه مثلا قد الارض دي كلها كده يعني ممكن يبقى في واحد مثلا هنا في طرف الارض وفي واحد يبقى هناك في الطرف الثاني. يبدا اللي هو يتعامل مثلا ايه، ده بيضرب الثاني بيروح جاي يضارب فبيعمل تشتيت للطير يعني. يعني في مكان ممكن ينفع فيه واحد، في مكان ينفع فيه اثنين، مكان ينفع فيه 4، مش كل الاماكن زي بعضها يعني. على حسب المساحات؟ على حسب المساحات يعني. لو مساحه كبيره بيتحط فيه، هو مش بيشتغل ما اشتغلش لسه اهو بيشتغل اهو بيشتغل هو بيشتغل لوحده. احنا دلوقتي كده سايبينه اوتوماتيك يا استاذ سامح، المفروض ان هو بيشتغل كل 50 او 55 50 ثانيه، من 50 سنه لدقيقه هو بيشتغل لوحده، ما حدش بيستعمله خالص، ما حدش بيشغله يعني. يعني زي ما قلت لحضرتك بنفتح الانبوبه على الاخر وبندوس على الايه المفتاح اللي هنا ده، ممكن توضحيه برضه في الايه في الصورة مفتاحة اهو، ومع كل ضربة اللمبة دي بت ايه؟ الحمرة دي المفروض بتنور. مع كل ضربة بتروح جاية اللمبة دي منورة.
بس. طيب في ناس تانية بتسأل بتقول ان هو بيزعج الناس اللي عايشة في المنطقة، طيب هو اكيد اللي عنده مزارع وحاجات من دي اكيد بره بعيد عن المناطق السكانية يعني. يعني ده اكيد طبعا وكلامه مظبوط يعني. فاغلبية المزارع كلها بتبقى طبعا على الصحراوي، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، في الاماكن اللي هي ما فيهاش سكان يعني كتير يعني. اللي لسه داخل استاذ احمد حضرتك تقريبا لسه داخل دلوقتي، انت ممكن تشوف من اول اللايف كان الغيط اللي احنا موجودين فيه ده كان فيه طيور كتير جدا في اول اللايف تقريبا، هي كلها مشيت، هي بعدت هناك على بعد. طب حضرتك شايف وهي كمان الطيور لسه كمان بتبعد. ربنا يا رب يديك الصحه يا استاذ محمود. بيقول الانبوبه ب 90 جنيه هنفضيها على عشان العصافير. يا فندم الانبوبه اللي هي ب 90 جنيه دي هتوفر عند الناس اللي هي عندهم مزارع كتير، يعني مثلا مزرعه عنب، شوف العنب مكلف ازاي، فطبعا الانبوبه بالنسبه له مش هتبقى يعني حاجه كبيره ان هو علشان خاطر المحصول بتاعه. اتفضل كمل. ده هو بيضطروا ساعات بيجيبوا عماله في المزارع دي، العامل النهارده مثلا بياخد له 150 جنيه في اليوم اقل حاجه يعني. ممكن لو مساحه 5 فدادين ممكن يجيب 3 4 عمال في اليوم، بيجيبوا حاجات يخبطوا عليها كده علشان ايه، يلفوا في الارض ويطردوا العصافير يعني. فطبعا ده مش محتاج لحد يقف جنبه ولا حد يشغله ولا كلام من ده. لو حسبته ال 90 جنيه انبوبه يعني تقريبا في اليوم انت بتصرف 10 جنيه يعني، تكلفه الموضوع 10 جنيه. فشوف انت بقى من 3 عمال العامل مثلا ب 150 جنيه ده اقل حاجه، اقل تقدير، ما اعرفش العامل هل زاد برضه ولا ايه. ال 10 جنيه في اليوم كتكلفه دي مش حاجه يعني. طيب استاذ سامح برضه عايزين الناس هنا كتير بتسال على تكلفته. والله هو تكلفته هو كده، هو تكلفته حاليا انا ما اقدرش اجزم بالظبط، لان طبعا انا ببدا موسم من شهر 4 يعني اللي هو بيبقى موسم العنب والشغل ده اكتر. فموضوع الاسعار دلوقتي الحديد في العالي في النازل، لكن اللي انا اقدر اقوله لهم اللي هو تقريبا اقل من ربع ثمن اللي هو بيجي مستورد يعني. يعني لو المستورد مثلا بكام يبقى هو بكام؟ يعني لو المستورد مثلا ب 10,000 مثلا بالفرد يعني ده يكون اقل من ربع المستورد مثلا بالتلت كمان تقريبا يعني. وبعدين ده كل مكوناته عندنا، المستورد اللي هو كان بيتصنع، المجموعه دي كانت حاجه ضخمه كبيره جدا ونظام ميكانيكا كانت بتبقى شغاله. احنا قللنا الكلام ده ودي يعني كلها. ده حاليا ممكن نقول في حدود كام برضه؟ يعني مش هنقول في شهر 4، في ناس كتير برضه بتسال على السعر علشان توصل لحضرتك. عادي يديهم رقم تليفونه ويتواصلوا معايا يعني. ممكن لو هو محتاجه في الفتره دي اقول له السعر النهارده ممكن يكون ماشي كام، لكن احنا على الصيف احنا مش عارفين هل الحديد سعر الحديد هينزل او هيرفع عن كده، فمش عايز اقول سعر محدد في اللايف عشان فيما بعد في ناس هيقولوا لي انت كنت قايل كذا وراجع تقول كذا، ما يبقاش لا عالي ولا يبقى واطي، يبقى في المعقول او بسعر اليوم اللي احنا هنبقى شغالين فيه يعني. تمام. طب عايزين بقى نشوف فكه بقى، يعني احنا دلوقتي خلاص احنا خلصنا قربنا خلاص اللايف بتاعنا، عايزين نشوف فكه ونشوف ان هو سهل ان هم يعني. في ناس كتير بتقول ايه احنا هنسيبه في الغيط موجود على طول ولا هنشيله ونحطه وندخله، شيله هيبقى سهل ولا ايه بالظبط؟ لو الغيط مثلا فيه مباني وكلام من ده هو يتشال ويتحط، ولو في مكان امن مفيش مشكله، بس برضه هنعرفه من نظام فكه. احنا بنفك الانبوبه عادي كده، انا حتى مش رابطها بمفتاح يعني. هذه الانبوبه اتفكت خالص وبتتشال الانبوبه خالص، وده بيتفك الرجول كده. بس اصبح الجهاز لو الفلاح هياخده وهو مروح البيت وجاي، هدوبك مثلا ممكن يبقى فاضل الانبوبه بس خلاص. بس شكرا اعزائي المشاهدين منصه ابو كبير ميديا. لو اي حد عايز يتاثر من حضراتكم وعايز يتاثر على الجهاز ممكن يتواصل معانا على الصفحه وهنديله الرقم ويشوف